منظمة نساء الاتحاديات اللي تفتح واحد النقاش مرتبط باستغلال إعلامي للنساء. هذا النقاش الغاية منه هو إعلان رفضنا بشكل أو آخر تطور الاستغلال الإعلامي للنساء بما يضر المرأة المغربية ويضر صورة المغرب على المستوى الخارجي. اليوم تلاحظوا على أن هناك إنتاج غير إنتاج لمواد صحفية ولبرامج إعلامية مسيئة للنساء بشكل ممنهج، وانتقلنا من المرحلة ديال الصورة المسيئة للنساء إلى مرحلة إنتاج برامج مسيئة للنساء وحاطمة الحقوق الإنسانية للنساء. لهذا اليوم النساء الاتحاديات غادي نكسروا هذا الطابو، غادي نقولوا كفى من الاستغلال الاعلامي للنساء، اجيو نديروا ميثاق وطني نحافظ فيه ميثاق وطني يحمي النساء من الاستغلال الاعلامي، ويقر على انه يقر بالحقوق الانسانيه الكامله ويعتبر الحقوق الانسانيه الكبيره للنساء اساس جزء اساسي من ميثاق اخلاقيه مهنه الصحافه. حنا دابا اليوم في حاله انصات، اليوم بدينا هذه الندوه، في الرباط، غنديروا ندوات اخرى في المغرب، وغادي نخرج خلاصات في هذا الباب. الاساسي هو القوانين ديال الصحافه اللي حنا المغرب بصدد مراجعتها، ما يمكن ليهاش تخلو من عقوبات تخلو من مواد تحمي النساء اعلاميا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.